حالة جماهيرية، وهذه الحالة الجماهيرية طبعاً لا يمكن لأحد أن يوقفها، باعتبار أن هناك شعار للجميع المحافظة على مؤسسات الدولة، المحافظة على الوضع العام للدولة، المطالب تتعدى قضية الكهرباء وهذه الجزئيات التي تذكر، وأخونهم أيضاً سيد محمد والأخوة الموجودين منذ 6 أيام في محافظة كربلاء المقدسة موجودين بحالة اعتصام، وهاي الجماهير اللي دا تشوفوها، وإحنا ما نقول بمعزل عن المظاهرة، لا 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 لا، احنا مع المتظاهرين ومع المعتصمين، ولكن هؤلاء الأخوة الأعزاء اللي موجودين هنا رفعوا الأعلام العراقية لكي يقولوا من أننا متواجدون هنا في هذا المكان لكي نطلق كلمة على أنه قد انتهى الفساد. لا يمكن أن يكون الفساد متواجد، وهذه رسالة الجميع. سيد محمد هم أحد الأخوة المسؤولين. نعم تفضل. يعني شنو مطالبكم؟ احنا مطالبنا بصورة عامة، اولا توفير الخدمات من قطاع الصحه والتعليم والكهرباء والماء والبلديه والى اخره، كذلك من ضمن المطالب توفير فرص العمل للشباب العاطلين، وكذلك توفير درجات وظيفيه لحمله الشهادات. واحده من المطالب فتح المعامل القطاع الصناعي، دعم القطاع الصناعي. عندنا معمل تعليب كربلاء، وعندنا معمل الالبان، وعندنا مستودع النفط، وعندنا المصفى، وعندنا معمل اسمنت. كل هاي المعامل اغلب عمالها القسم مسدود من عندها، والقسم الثاني اكثر عمالها اجانب. احنا ولد كربلاء اولى بيها، شباب كربلاء اولى ان يتوظفون بيها ويشتغلون. انا يعني مطالب كلش بسيطه، اضافه الى الموارد الكبيره اللي تدخل الى المحافظه. لا يمكن ان تكون هذه الموارد العملاقه اللي موجوده الا المحافظه، ان يكون حال المحافظه على هذا المنوال. انا بس سؤال واحد، هل من المعقول ان تكون مدينه الامام الحسين، وانا لا استعمل العاطفه، ولكن هل من المعقول ان تكون هذه المدينه التي يتباهى الجميع واول الناس المسؤولين اللي هسه ما يشوفونا بالكاميرات، ان تكون ابواب المدينه محطه نفايات؟ الكل تنادي بكربلاء مقدسة، كربلاء كذا، كربلاء كذا، والنفايات موجودة في كل مناطق المدينة. هو مطلب شعبي، والمظاهرة مستمرة والاعتصام مستمر. مظاهراتنا بالنسبة لنا 15 سنة صار حكومة محلية، ما شفنا أي خدمات. كربلاء بدون خدمات 15 سنة. أنا أتعجب على هذا الشعب، إلى متى هذه الشتات وإلى متى هذه المهانات؟ لأنه هو شنو؟ إرهاب. هاي حقيقة، هاي 15 سنة إرهاب، فساد، حروب طائفية، تفجيرات، هي هاي. يعني شنو الموجود؟ أنت حضرتك من كربلاء، أنا من كربلاء، شنو أكو؟ أزمة كهرباء، أزمة ماء، أزمة وقود، أزمة زراعة، أزمة صناعة، أزمة تعليم، أزمة مستشفيات، كل هاي أزمات. شنو هاي؟ أرامل، فقراء، عاطلين عن العمل، بطالة، كل هذا الموجود هو هذا. ف 15 سنة احنا كنا نأمل هاي الحكومة الجديدة تجي، ماكو حكومة. إذا نفس الوجوه راح تتكرر، ونفس الأزمات ونفس الهاد. بالنسبة للكهرباء، هاي مليارات الدولارات راحت، وين 15 عام؟ شنو سوينا 15 عام؟ يعني معقولة هاي معضلة الكهرباء من وقت صدام لحد الآن ما انحلت؟ ورغم احنا نعرف انه الشركة الإيرانية 24 ساعة كهرباء، وين الكهرباء مالتنا؟ بالنسبة لكربلاء، بالنسبة للكهرباء حصتهم الأصلية هم مدى ينطوهم اياها 1500 بيكوات هم كهرباء. لو مطيهم 500 ممكن يعني يغذون كربلاء أكثر من 16 ساعة. بالنسبة لا، لو يشغلون الديزلات والخيرات وهذا الخط الناقل، هم دا يحكوا بهذا، ايش قد يكلف؟ 450 500، ما عندهم 450، هذا روح في ميزانيه صفر. مو هم دا يدعون، بس اكو عندك فدخل دا يدخل المحافظه، ميزانيه محافظه كربلاء. روح عندك انت هسه، هذا احنا قبل فتره هم طلعنا عليها مات الرمل والمقالع وهاي، كل هذا ما يقدرون يصلحون الخط الناقل؟ كل شيء يقدرون يسوون، بس مع الاسف هم كله ضحك على الذقن. وبالنسبه لكربلاء لازم لها فت خصوصيه. ليش؟ اولا بيها مهجرين يعني ونازحين وعايشين بالعشوائيات هاي، وزوار بيها، تعرف انت بالناس الامامين عليهم السلام، يعني هي كود كربلاء جنة الصير. يعني هو كربلاء لو هم يعرفون، هم الحكومه المحليه، يعني هي كافي، هم من دول الابطال الموجودين، هي خيرات كربلاء. Yeah.
زين السنة احتجاجات مستمرة في كربلاء. اليوم لازم نكون على مقدار كبير من الوعي للتعامل مع هذه الأزمة. القضية قضية حلول، الحلول السريعة هي ما يجعل الوضع مستقرا. ماكو داعي انه يكون الموضوع ينجر الى اقتحامات وتلف وتكسير. هذا الموضوع ان شاء الله الجماهير الكربلائية واعية، وهذا الموضوع ما راح ننجر اليه. شنو المطالب اللي المطالب هي كل المطالب اللي منذ سنوات احنا نحكي عنها، توفير خدمات، توفير طاقة كهربائية، مياه صالحة للشرب، وظائف. الوظائف اليوم اكو خلل واضح، انه لحد 2020 ماكو وظائف، واليوم الحكومة تنطي 10,000 وظيفة في البصرة. هذا الموضوع حلول تخديرية ما نريدها، المهم ان يصار الموضوع بتوفير خدمات حقيقية وملموسة للمواطن اللي تبيان الصورة. طبعا هذا الموضوع يعني حقيقه احنا نرجع لاخطاء سابقه، انه ما عندنا تمثيل حقيقي اللي يخدم الناس. اليوم اذا مشكلتنا مستمره بعدم وجود تمثيل حقيقي، اخلي جماهير تاخذ مستوى لائق من الخدمات، وبعدها حتكون المواضيع لها سياقات اخرى. ما اختلفت هاي التظاهره ولا احتجاجات ولا طلبات لم تكن مختلفه عما سواها، عما اللي سبقها. الموضوع اخوي العزيز، اليوم الخامس على التوالي ان شاء الله معتصمين ملتزمين بسلميتنا ان شاء الله، في سكوتنا، في جلستنا هنا سوف نحصل التغيير. والله العظيم والله العظيم سوف نكون نار حارقه لهم، بسلميتنا سوف نحرقهم. شنو مطالبكم انتم؟ اخوي مطالبنا ساميه ان شاء الله، وكل فرد في العراق معروف في مطالبه. اخوي نحن الان مشتركين في المطالب، موحدون في الكلمه ان شاء الله. اول مطالبنا هي الخدمات في كربلاء مترديه الى درجه يعني لا توصف، البطاله التي نهش شبابنا، الانحراف كله من البطاله. لو كان الانسان الصحيح في المكان الصحيح لما وصلنا لهذا الحال، لكن لا يوجد هذا القانون في كربلاء خاصه وفي العراق عامه. يا اخي العزيز تعبنا والله العظيم. أخوي العزيز 15 سنة والقادم أسوأ في جلباب هذه الدولة. يعني أخي العزيز الآن العراق من سيء إلى أسوأ. يعني أبسط مطالبنا نقصها للعالم الخارجي، والله العظيم يضحك علينا، والله العظيم يضحك علينا، والآن لا نحصل عليها، مجرد كهرباء لا نحصل عليها. أخي العزيز هذا مو مطلب، أخي هذا حق شرعي، شرعي أنا يعني قاعد أطالب حق الشرعي وما قاعد أحصله. تعرفوا الطامة الكبيرة وين؟ يعني الطامة الكبرى بأنه حقوقنا الشرعية ما نحصلها. كيف ما نطالب بإلغاء الدستور، وكيف ما نطالب بالراتب الاجتماعي لكل فرد في العائلة؟ هذه كلها مطالبنا والله العظيم، مطالب شرعية أصلاً موجودة في كل الدول ما عدا العراق أبو الخير بعد.
رشيد على الكهرباء والماء والخدمات والتعيينات، كل شيء ماكو بكربلاء. كهرباء مو زينه، هاي العالم كلها الدول يعني احسن من العراق، ليش هيك؟ ليش والله من ورا ذول المحافظين، محافظ كربلاء او غير محافظ، كلها حراميه، باقوا الشعب وخدمات كل شيء ماكو. ورحم الله والديكم، اشكرك. يعني والله مطالبنا كهرباء، ماي، تعيين هاي الشباب، يعني شباب ماكو تعيين، يعني باكر عقبه تقوم تبوق هاي الشباب، ليش هيجي؟ يعني هم قاعد يحرفوهم، يعني مليارات فلوس كلها قاعد يضيعوها، والكهرباء يعني كهرباء مو زينه، نروح للدوائر الكهرباء سيارتين بيها يقول ماكو ما ادري شنو ويتعذر، او التنظيف يعطون له بالتنظيف 300,000 ويقولوا له نظف، ما ينظف بصوره صحيحه حقه، يعني تعيينات عين العالم، هاي البطله قاعده من الشغل، ليش هيجي؟ الله لا يوفقهم، نقول والله لا يعطيهم ان شاء الله، رحم الله والديهم. انا اسال العبادي، اقول له انت اجيت من لندن هنا تصير رئيس وزراء براسنا، احلفت يمين تحرق الشعب وتحرق الوطن لتخدم، هذا سؤال منك. انت تنهب وزرائك جاي ينهبون، مجلس النواب كذلك مثلكم، وين نط الوجه؟ وين شنو مطالبكم؟ مطالبنا كل شيء نريد، شلع قلع، هاي واحدة. بعدين ليش الموظفين طلابنا مخلصين دراستهم ماكو وظائف؟ إلهم ماكو، الجماعات ماكو، للغير ماكو، ليش؟ ليش المعامل مسدودة؟ ليش؟ ليش زراعة ما عندنا؟ زراعة تجي من الخارج. شو اللي ذنبنا؟ ذنبنا اللي انتخبناكم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. احنا بالنسبه ان هاي الموضوع يعني مو قضيه ماي وكهرباء وخدمات، لا، موضوع اصلاح وفساد بالدائره الحكوميه نفسها. اذا ما تتغير هالوجوه اللي كالعه هذه احنا كل شيء ما يصير لنا، والا الماي من الله، الهواء من الله، وهي متعودين عليها الحراره. اما اساس الخراب والدمار هي هالحكومه هاي اللي يصيح الفساد والفساد. صناديق الاقتراع من اللي حركها؟ التزوير اللي صار بها من اللي سوى التزوير؟ يلا تصيحون كلكم، يطلعون يصيحون احنا ضد الفساد او ضد الفاسدين او ضد العنصريه، وهم الاساس. عمي انتم طلعوا من الحكومه كلكم، ما اريدكم، شلع قلع، ما اريدكم، جيفتكم وصلت السابع ارض والسابع سماء، اخرجوا من البلاد، ما اريدكم، لا واحد بيكم شريف. اشو اجى خالد العبيدي طلع خياسهم كلهم من سليم الجبوري الى كلهم، وطلعوا خالد العبيدي وسليم الجبوري كسب قضيه بخمس دقائق، بشرفكم اكو قضيه تنكسب بخمس دقائق؟ هذا شيء يدل على انه اكو ضغط حتى على القضاة انه لازم يسيرون تحت امرهم. احنا هالوجوه هذه ما نريدها، ما نريد كل سياسيين هذول. ابو عباس 15 سنه بدون خدمات، ماكو لا خدمات، لان خلوا العراق صفر، منين تجي الخدمات؟ منين المشاريع يسوونها؟ اذا هم الميزانيه كلهم صفروها على ايديهم، من اللي راح بيها؟ اولادنا اللي راحت هسه لحدنا نعطي شهداء، دعم لوجستي اخر مصيبه اللي صارت هي بالدعم اللوجستي، اولادنا بسبايكر اللي راحوا، من انطوني المسببين اولادنا بسبايكر. وين الفساد؟ وين قضايا الفساد اللي عندك؟ زين هاي المظاهرات همات فقاعه؟ حاكيني ابو الفقاعه، حاكيني هاي الفقاعه هذه يا واقع حال هذا، ليش احنا المن نشكي؟ احنا ما غير هذا موجه الى كل الامم المتحده، خلي تخلصنا من هالشرذمه اللي اجوا ذبوهم علينا. مريدكم عمي، مريدكم، لا تقولون بينا واحد شريف نهائيا، لا تقولون بينا واحد، كلكم شلا قلع، مريدكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم خرجت جماهير كربلاء من معتصمين ومتظاهرين، هذه هي اليوم الحشود. اليوم تطالب الحكومة المركزية والحكومة الاتحادية بأبسط مقومات الحياة، لكن للأسف الشديد اليوم الحكومة المركزية والحكومة المحلية عاجزين 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 عن توفير أبسط مقومات الحياة، هي الماء الكهرباء. لكن اليوم هذه الجماهير خرجت لتنادي بماء وكهرباء. اليوم رئيس الوزراء كان الأجدر بك مو قطع الانترنت انه تقطع الطوارئ على بيوت المسؤولين وبيوت باقي الشخصيات المهمة عند الدولة، كان الأجدر بك تقطع الطوارئ عليهم، لكن للأسف الشديد فشلت الحكومة. المتظاهرين الشجعان الذين خرجوا لنصرة الشعب العراقي وخاصة شعب الديوانية المظلوم وشعب البصرة، تضامنا مع شعب البصرة. اخوانا احنا عندنا مطالب هواي، مطالبنا كهرباء، تعليم، صحة، ذني كل المعدومات، الصناعة ماكو، تجارة ماكو، وجبة غذائية ماكو، صفر زين، حقوق ماكو، مجاري سووها ماتت بها الوادم هواي، اكثر شيء مقدم بحي العسكري توفى، خلص واحد وتوفى من وراء من ذنين من هولات، واحدة 3000 واحد من ذوي الشهداء صار من سنة 2013 لحد الآن معاملاتهم مضمومة، لا قالوا على التخصيص المالي. زين ذولا وين يروحون؟ مو انت بالانتخابات تيجي انتخبوني ذوي الشهداء، ذوي الشهداء انا صاحب ذوي الشهداء، اثنين عندي شهداء من 2013 معاملتي محطوطة بالمحافظة لحد الآن ومن غير هواي آلاف. زين ذولا مصيرهم شنو؟ مصير هاي الناس تطلع وترجع، تطلع وترجع، يضحكون عليهم يضحكون عليهم، ذولا ابطال لازم ينصفوهم يعطوهم حقهم. انتفضنا احنا من اهالي الديوانيه، هم اللي انتفضوا وجوا من الخارج، لو احنا اللي انتفضنا حقوقنا كلها. هسه مؤسسة شهداء، جيب ابن عمك جيب ابن خالك، تروح للمؤسسه يقشمرك يضحك عليك، تروح للمحافظ يضحك عليك، اي بابا يجيب لك بالدائره القانونيه يحكي وياك دقيقتين يخليك وتطلع، مثل ما يقولون طق لك بيبسي. واحنا ما نريد نحكي بهيجي الفاظ، يعني عيب عليهم. من يطلع مظاهرات لازم يطلع واحد من عندهم يسالهم شنو مطالبكم، هم ليش ما يعرفون مطالبنا، ما يعرفون حقوقنا، كل شيء معروف عندهم، بس هم فاسدين وتعلموا على الفساد. والله كريم، انا ما وجه للحكومه العراقيه، للحكومه العراقيه حراميه، اجت عميله بريطانيه امريكيه اسرائيليه، راح اناشد واحد اصلا مو عراقي، هذا اللي يضرب لون ويسحق على رؤوسهم للحكومه العراقيه، من هو؟ هذا رامبو مش اسمه ابو شعر الاصفر ابو امريكا، هذا المن اناشد اله. ذاك يوم طلع ايش قال؟ قال يا العباد من حال صورته مال انتخابات حاطها من النفايه والزباله، قال اين العراق يتقدم؟ اين يتقدم العراق؟ بالحاويه مال زباله؟ رامبو يحكي عليهم، رامبو هو هذا تقول عليه رامبو ابو امريكا، ايش قال؟ قال مول المنصور، اي تام يوم المنصور، مول المنصور من طلعوا ذوله، ايش قال؟ قال العباد العراق يتقدم، اين يتقدم؟ باليتام، بالعوائل الشهداء، بالعالم ما اعطى رواتب، بالضيم، الله وكيلك، لا خدمه، بويا رامبو، شو اسمه هو؟ ترام، بويا راماي.
لا كهرباء، لا خدمات، لا تعيين، كل شيء ماكو، مدمرينه. الله وكيلك يا رامبو يا ترام. انا اوجه النداء اليك، ما اوجه النداء اليك لامريكا، لامريكا نجه اوجه النداء اليك، مو للعبادي، اريدك تضبه، لان ذولا كلهم عملاء وحراميه. باقونا والحسين نلفش نلفش دقونا من 2003 لحد الان، دمرونا باقونا، حطونا ذبونا قشر، مسوا دمنا وذبونا اعظام. انا وجه النداء لك، اريد الكهرباء منك، الماي منك، التعيينات منك، توجه العراق، البنيه التحتيه كلها منك، وتطلع الحصه مالنا الفرد العراقي، كل فرد عراقي له تطيع تطيع. هسه عمي تطيع كل شهر 10 اوراق، عمي كل مواطن عراقي تطيع كل شهر 1000 دولار. لا يعمرون خريطون حق الشعب العراقي، لان جايبوا قود 28 328 برلماني، اضافه الى هذا كل وزير يبوق له كم تريليون، التريليون يحص كم مليار دينار دولار. انت بعد انا وجه النداء لك يا ترامب، ما وجهنا لهذا العبادي، للعبادي حطمنا، رجعنا صفير، راح رجعنا بزمن التسعين، ناكل خبز يابيس. اوجه النداء لك، اريدها من الله ومنك يا ترامب، بعد ما سولفاني اوجهك انت عراق مكان العبادي. بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله على الظالمين همس المتخلفين اعداء الاسلام والمسلمين. الله اكبر يا شعب الديوان الشريف المقدس المضطهد المفجوع. لا حطوا حقوق الشهداء مال الحشد، اريد حقوق الشهداء مال الحشد، اريد حقوق الانتفاضة الشعبانية مال التسعين لحد الان ما طوها طول الحرامية واللي يدفعون رشوات. هؤلاء المجرمين الكفر الضالين، لا تعيين لا تعليم لا صناعة لا زراعة، واريد حصتنا من النفط، نطلبها من امريكا من العالم من الامم المتحدة، اريد حصتنا من النفط، اريد مساعدتنا اغاثتنا من العالم المتحضر، غاثتنا من كل العالم المتحضر والعالم العربي ان يقف للشعب العراقي. الشعب العراقي تضرر، لا ماي لا زراعه لا صناعه لا ماي يشرب به. الله اكبر الله اكبر. التعليم صفر، زراعه صفر، صناعه صفر، ماي ماكو. الى اين نذهب؟ الى اي مريخ؟ الى اي مريخ نذهب من هؤلاء اللصوص المتوحشين الضباع الكاسره والثعالب المارقه؟ الله اكبر. هاي نهاية حزب الفضيل العميل. هاي رصاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. أختصر لك الأمور بخمس كلمات. ليس هناك في العراق أحزاب بل عصابات تتحكم بالسلطة ذات أجندة خارجية وإقليمية، وهم عملاء بامتياز، عملاء بامتياز تسلطوا على رقاب العراقيين في غفلة من الزمن. وشكرا. هذا القديم هم قوي، والله ديجا ترجع قوي قوي داخل ان شاء الله. هاو شو صور؟ هلا لا 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 لا
السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دهار قناة الفضيلة على التواصل مع المتظاهرين. والله العظيم الحكومة نهبتنا نهب، لا كهرباء لا ماي لا خدمات، ومن 2003 لحد الآن ما حصلنا شيء. أقول حكومة فاسدة بس تخلق الأزمات، زرعة وطائفية وكثرة وصياحات، وكل همهم الفتنة وبوق مليارات. ها معلم، هذا معلم من أسياد الأمريكان. Let's go.
Allah, 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 All